ألبوماتي شيء جميل، كلها مواقف نتعلم بها للحاضر، فهذه الصور الصامتة تبقى بين العقل والقلب، وتبقى الأماكن مجرد حروف سطرتها الحياة. بدايتي مع حياتي مع العدسة الصغيرة، مع الكاميرا التي بدأت بها بحياتي من أيام وأنا أذكرها بداية ومنتصف السبعينات، كانت حياة جميلة. كنت أعشق الأماكن، كنت كل ما أروح أي مكان في السبعينات، في بداية السبعينات، أرى نفسي إن شيء ينقصني أن أخذ شيء جميل لهذا المكان. بداية كانت هواية، البداية كانت هواية ألتقط فيها أي شيء جميل. مع الأيام اشتريت كاميرا صغيرة، كنا نسميها كوداك الصغيرة. سبحان الله، أخوي الكبير كلمني قال لي ليش ماخذ يعني هذا الكاميرا؟ قلت كهواية يعني. قال شو الهدف منها يعني، عطني شو هدفها. قال لي أنا قلت له يا أخي الأماكن اللي أمر عليها جميلة جدا ما تتكرر. قال شو الأشياء الجميلة تكررها يعني أو ما تتكرر؟ قلت لي سبحان الله، أعشق الجبل، النخلة، البحر، الشتاء. شتاء جميل في مناطقنا لكن ما بتتكرر يوم من الأيام. قال لي أنت تبي تحتفظ فيها يعني؟ قلت أنا أحب أن أحتفظ فيها ليذكرني يوم من الأيام من عمري أن أرى بس بعض لقطات هذه المنطقة. فسبحان الله، أول كاميرا اقتنيتها في منتصف 77 78، وأول صورة خذيتها من حق أخوي لما رحنا سوق السمك في خرفكان في 78 بالضبط، ولحد الآن محتفظ بها هذه الصورة. فسبحان الله، لما رويتها لو طالعها وشاهدها قال يا أحمد أنت طبعا ذكرى جميلة، خاصة في الأيام الحالية لما يشوفها يعني، يقول أنا هذا الزمن كله طاف. قلت له سبحان الله، تبقى الكاميرا والعدسة أو الصورة ذكرى لزوايا جميلة من زماننا. بدأت أصور لقطات عشوائية، سواء كنت منطقتي في اللؤلؤية في خرفكان ما بين بحر ووادي ومزرعة، ثم تطورت السنوات وجاءت الثمانينات، بداية الثمانينات بدأ تصويري للأفضل وعشقي لهذه الكاميرا. أول كانت هواية، لكن سبحان الله تبقى الهواية لما تتكرر يعشقها البني آدم. فهذه من أحلى ذكرياتي اللي قضيتها في السبعينات وبداية الثمانينات.
خلونا نرجع للزمن الجميل، للزمن السبعينات بداية الثمانينات. هذه وسط حارتي، وسط الحارة الجميلة، وسط بيتنا القديم اللي كانت لي صور جميلة مع أصدقائي ومع أهلي وأمي وأبوي. أيام جميلة وسط الحوش لما نجتمع مع بعض نتسامر ونقعد نطالع السماء ونشوف أيضا الأماكن والزوايا الجميلة اللي التقطتها مع ربعي وأصدقائي. صراحة الجميل فيها إن بضحكاتهم وبجلساتهم والأماكن الموجودة حاليا ما تتعوض للسنوات القادمة للجيل الجديد. حتى أنا أذكر في بعض المواقف مع أمي مع الوالدة، دائما هذا الحوش نسميه الحوي يحوي أشياء كثيرة، من بينها خاصة بعد صلاة الفجر تلقى الوالدة ما شاء الله محطية نسميه الطوبة، هذا عشان نخبز فيه الخبز، الخبز الحار مع الدهن ومع السمن مع البيض البلدي. جميل إنك تلتقط صورة لجيل قديم له ذكرى جميلة صراحة، يعني أيام لا تنسى. واللي خلده دائما دائما الخلود يبقى أو تبقى مع الصورة الجميلة اللي ممكن أنا نستشفها في الأيام الجاية في المستقبلية. وهذا شيء هنا دائما نشوفه نوع من أنواع تراثنا وقيمنا، إن لما يكون في جمعة وفي ضحكة وفي نوع من الشفافية نوع من التواصل، حارتنا دائما تكون جميلة لتواصل أحبابنا وأخواننا وعوائلنا كامل ممتدة. البيوت القديمة دائما تذكرنا بتواصلنا وأواصرنا مع بعض. الحمد لله دائما أتمنى أن نستشعر هذه الأماكن الجميلة، نستشعر بصورها الجميلة. يعني في موقف من المواقف الجميلة حضرته مع عيال عمي مع أصدقائي، كنا نبي نسوي نوع من الحرف الجميلة نصنعها بيدنا، فقلنا نجتمع في بيتنا الكبير فعلى أساس أن نتعلم هذه الحرفة لازم يكون معانا واحد من الكبار، يعني من أبونا أو أمنا أو جدنا أو خالنا. فحطينا ببالنا أن نتعلم حرفة يسموها حرفة الزفان، يعني نجيب سعف النخل، سعف النخل نسويه نوع من أنواع الدعون، بس ما كنا نعرف عملية الحرفة هاي. فلما يبنى عمي وأبوي فعلمونا نوعية هذه المهنة، فكان شيء جميل لما تستذكر وتصور الصورة وأبوك قاعد يشتغل في المهنة هذه. جميل جدا لما نستذكر في الأيام الجديدة حاليا أن يا الله، الله يرحم زمان، الله يرحم أبونا، أنه كان يوم الأيام يعلمنا مهنة فيها قيمة، لها قيمة، خاصة النخلة كانت لها قيمة جدا عالية. هذه من المواقف الجميلة اللي مستحيل أنا أنساها في هذه الذكرى الجميلة الحلوة لهذا الزمن الجميل. تأخذني الأحاسيس إلى أحلامي وأرى الثواني تمضي من أمامي، ولا تزال الذكريات فيني، ألبوماتي لا تزال مملوءة برسم طفولتي، وعدستي تحوي دفء حكاياتي.